عروسة الجنة حبيبة الضحي، بنت مصرية عندها 17 سنة اللي ماتت بعد 33 يوم من المعاناة من الحياة والموت في العناية المركزة بسبب إنها رمت نفسها من الدور الرابع. إيه اللي يوصل بنت في السن ده إنها تنتحر؟ بنت زيها عايزة تعيش وتنجح وتتعلم وتتخرج وتخرج مع صحابها. للأسف حبيبة عاشت أيام صعبة جدا، حياتها في الوقت ده كان المفروض تبقى طفولة بريئة وإقبال على الحياة، وحد طول الوقت عايز ينجح ويبقى متشاف زي أي حد في سنها. ولكن تخيلوا إن المذنب في حياة حبيبة هم أقرب الناس ليها، الأب والأم. بعد انفصال والدها حبيبة راحت تعيش مع والدها وزوجته. عاشت حبيبة مع جدتها لوقت طويل قوي، وفي الآخر راحت تعيش مع باباها ومراته من حوالي 4 سنين، وهنا بدأت المعاناة الحقيقية. خلال السنتين دول هي كانت طول الوقت بتنام مع المواشي، وبتشتغل في محل مع والدها وبتخدمهم، وبتقوم بكل الأعمال المنزلية تحت التعذيب والضرب والإهانة، بالرغم من إنها كانت أصلا بتخدمهم، وأصلا والدها منعها من إنها تكمل تعليمها، وكان بيعمل فيها كمية أشكال وأنواع من التعذيب ما ترضيش أي حد. النهاردة إزاي أب ممكن يكون بيعمل كده في بنته؟ وإزاي أب ممكن يكون أصلا بدل ما يكون هو الأمان والسند يكون هو مصدر التعذيب والرعب، فالبنت توصل لمرحلة إنها تقرر تنتحر؟ يعني هنا الموضوع مش إن إحنا بنشجع الانتحار، الانتحار مرفوض دينيا ومحدش بيقول إن الانتحار هو الحل، بس لو بنت قاصر عندها 17 سنة وصلت لده، هل ده طبيعي؟ هل ده ممكن يكون شكل معاناتها اللي العادي كده يعدي على كل الناس؟ والمشكلة إن هي توفت في المستشفى بعد 33 يوم بسبب غيبوبة. يعني الموضوع مش مجرد حادثة عادية، لكن محتاجين نقف ونشوف مين المذنب الحقيقي ورا القصة دي، ومين اللي ممكن يدفع الثمن غير حبيبة.